الامتحانية لشهادة التعليم الثانوي. نرحب معنا بالأستاذ فؤاد بدرة، الموجه الأول في وزارة التربية والمنسق مادة التربية الدينية المسيحية، وأيضا معي الأنسة هيفاء وهبي، معلمة مادة التربية الدينية المسيحية ريف دمشق، وأنا أيضا معكم ثناء عاشور من محافظة طرطوس معلمة. وأنا والأنسة هيفاء وهبي أعضاء لجان تأليف في مادة التربية الدينية المسيحية. أهلا وسهلا بكم. شكرا. أهلا وسهلا. أستاذ فؤاد، في البداية لنعرف طلبتنا الأعزاء بمحتوى الكتاب. طبعا أول شيء صباح الخير للجميع. نحن اليوم بجلسة امتحانية لمادة التربية الدينية المسيحية من المنصة التربوية السورية. رح نعرض اليوم محتوى كتاب البكالوريا، ورح نعرض نموذج درس حتى يتعرف الطالب على آلية مراجعة محتوى الكتاب، ومن ثم نعرض نموذج امتحاني مع سلم تصحيح. بعتقد بهالطريقة أنه بيكون في سهولة للطالب حتى يعرف. اللي يفترض أنه الطالب يكون خلال عام دراسي دارس الكتاب، وبهالفترة الوجيزة هي قبل الامتحان نعرض مع الأنسة هيفاء هلأ شوي يعني محتوى الدرس، لنشوف كيف الطالب أو الطلاب بيقدروا يراجعوا الكتاب. هلأ محتوى الكتاب بيتألف من ست وحدات. الوحدة الأولى بتحكي عن الله أعطانا، عنوان الوحدة، الكمال الإلهي، الإيمان المسيحي والأخلاق الإنسانية، الخير والفضيلة في الإيمان المسيحي، كمال الأخلاق بالعهد الجديد. الوحدة الثانية رسالة يسوع المسيح التحريرية، دعوة يسوع المسيح للملكوت السماوي، تخلق المؤمن بالقيم المسيحية، حياة الجديدة في المسيحية. الوحدة الثالثة تتلاقى الأخلاق والشرائع بالمحبة، الإيمان المسيحي والحضارة، المؤمن المسيحي والحضارة، الإيمان المسيحي والعولمة. الوحدة الرابعة حياة المؤمنين الأخلاقية والكنيسة، رسالة الكنيسة الروحية ورسالة الكنيسة الاجتماعية. الوحدة الخامسة الأخلاق والعبادة الروحية، عبادة الله الواحد، العبادات الخاطئة. الوحدة السادسة المؤمن والسلطة المدنية، الكنيسة والمواطنة، السلم والحرب في الإيمان المسيحي، الكنيسة والعدالة في الخيرات الأرضية. بحب كمان بس ألفت نظر وذكر أنه آخر ثلاث دروس من هالكتاب محذوفين، يعني درس 20 21 22 محذوفين. المطلوب نعم لهذا العام فقط، يعني بسبب الظروف اللي مرت علينا، أنه لنهاية الدرس التاسع عشر. إذن الدرس التاسع عشر مطلوب فقط لهذا العام. مثل نعرض هلأ لو سمحتي درس التاسع. بدنا نعرض هلأ درس مع الأنسة هيفاء لتعرفنا بمحتوى الدرس، وكيف بدنا نوجه الطالب لكيفية قراءة وفهم الدرس واستنتاج النقاط التعليمية بحيث يعرف كيف بده يدرس للامتحان، ونطمئن طلبتنا الأعزاء إن شاء الله. أعزائي الطلبة، عندنا الدرس اللي ناخذ نموذج هو الدرس التاسع من الوحدة الثالثة، عنوانه تتلاقى الأخلاق والشرائع بالمحبة. طبعا نحن كعرض الصفحة الأولى، نحن ما لعنا ندخل بعملية إعطاء الدرس، ولكن نحن بدنا نفهم محتوى درسي على شو بيحتوي. الصفحة الأولى هي صفحة عبارة عن مرحلة اكتشاف، هي مدخل للدرس. عرفت عن الضمير، في أسئلة موجودة بهذه الصفحة، غاية هاي الصفحة والهدف منها هو مدخل لمعرفة الطالب وإدراك، مثل ما بنقول فتح باب حتى نستطيع أن ندخل بالنقاط التعليمية التي يحتوي عليها الدرس. وهذه الصفحة هي نفس الأهمية بكل درس، ولكن هذه الصفحة عبارة عن مدخل ولا تقاس بالنسبة للسلم التعليمي. أنسة هيفاء، هون كثير طلاب بيسألوا أنه هاي الصفحة مطالبين نحفظها، عملية طالب بيجي منها بالامتحان. تمام، مبدأ هذا السؤال عن خلي معلش بعد إذنك نجاوب عليه بنهاية
بنهاية نعم. عرض الدرس نعم. لسبب لحتى أعرف شو الشيء أنا المهم. نعم. لأنه هاي نقطة كتير مهمة، لأنه نعم. الطلاب أغلب الطلاب يقولوا إنه الصفحة الأولى هي التمهيد للدخول بالدرس، يا ترى مطالبين بحفظة رح نعم. يجي منا بالامتحان. الأهمية أنا لعنا خد مثلا منقول أنا ما بقدر فوت على غرفة إلا لدق الباب وأقدر نعم. أفتح، فهو عبارة عن مدخل لابد منه بكل درس، لمحة بسيطة بتعطيك نافذة نعم. في النافذة بالدماغ الطالب لحتى يعرف لوين يوجه أفكاره. نعم. الصفحة الأولى هي الاكتشاف، الصفحة الثانية عندنا عملية أغلب الدروس فيها تحتوي على آية وشرح الآية، وبعدها تحتوي على أسئلة. المطالب من طالبي هو فكرة السؤال، فهم فكرة السؤال والجواب، وليس حفظ السؤال كما هو، لأن لا يمكن أن يأتي السؤال بشكل مباشر بسلم التصحيح. وهون بنحب ننوه لطلبتنا الأعزاء، الفهم وليس البصم. تمام. بيعتمد على الأسئلة، تعتمد على الفهم، فهم الفكرة، الفهم، بعد الفهم تأتي مرتبة الحفظ. فلا يمكن لإنسان أن يكون وصل لمرحلة الفهم هو من حافظ. فأنا دائماً عملية الفهم بالمطلق الدرجة الثانية فهو حفظ بشكل كامل، ولكن لفكرة السؤال وليس لطريقة السؤال نفسه. بنهاية الصفحة في عنا كمان ممكن قد تكون آية أو حالة، هي مرحلة تحول، مرحلة تقويم مرحلي. الصفحة التي تليها ترتيبها نفس الصفحة السابقة، آية وشرح. ليست مطالب الطالب ليس مطالب بالآية ولا بشرح الآية، إنما هو فهم فكرة الآية، فهم فكرة السؤال الموجود. فالآية أتت لتدعيم السؤال. الأسئلة نعم. لحتى أشرح لك إياها وتوضيح للسؤال. بالنسبة للصفحة اللي عرضناهم هدول الاثنين، هن لهم نفس الترتيب ونفس المنهجية. نأتي للصفحة التي تليها في الدرس، هي الصفحة الرابعة. في عنا فقرة أتعلم. الجزء الأول من فقرة أتعلم يعود بنقاطه التعليمية للصفحة، يعود بنقاطه التعليمية للصفحة الثانية من الدرس، والجزء الثاني هو للصفحة الثالثة من الدرس كنقاط تعليمية. هلا انا عندي اتعلم ان الاخلاق والضمير قاعدتا الحياه. هاي النقاط التعليميه انسي هيفا مطالبين فيها طلاب بيجي عليها اسئله بالامتحان. هلا لنجي الاسئله اللي بالفقره اللي الصفحه الثانيه والثالثه هي مطلوبه كاسئله، هي بالاسئله المقاليه الموضوعيه اللي موجوده بالجزء الاول من نموذج الامتحاني. بالاسئله في اسئله موضوعيه واسئله مقاليه. تمام. طبعا الصفحه الثانيه والثالثه تدخل ضمن محور الاسئله الموضوعيه، الموضوعية. اللي هي بالجزء الاول من الامتحان. الامتحان نعم. شو الموضوع الاسئله الموضوعيه شو عندي؟ نعم. صح وخطا، نعم، اختيار من متعدد، فراغات، حدد سبب لكل من ما يلي، علل. هذه هي الأسئلة المقالية. لا، الأسئلة الموضوعية الجزء الأول، هي الأسئلة الموضوعية. نعم. هلا نحن رح نعرض بعد شوي نموذج امتحاني. الأسئلة عم نربط الموضوعية لحتى يربط والدرس. الطالب نعم. الأسئلة الموضوعية هي بالجزء الثاني. نعم. الأسئلة الموضوعية هي اللي بتتحمل أن تأتي من فقرة أتعلم. أسئلة موضوعية فيها صياغة وفيها نقول إنه الكتابة اللي دائما بالمفهوم عند الطلبة إنه أنا بدي أحفظها، هي بدي أفهم وأحفظ. نعم. إذا أجيت لعرض الأخلاق، حتى هذه الفقرة أستاذي الكريم إنه أنا النقاط التعليمية اللي فيها ممكن جيبها موضوعي وأيضا أستطيع أن أتي فيها بشكل مقالي. هلأ موضوعي مثلا فيني أقول فراغات، قاعدة الحياة الإنسانية فراغ وفراغ. نعم. تمام. ولكن هذا السؤال جبته بشكل موضوعي هو فراغات، وفيني أقول تحدث أو وضح أو بين قاعدة الحياة الإنسانية، فهي
تكتمل وتشمل نعم. الفقرة كاملة. صحيح. هاي اللي نحن بدنا ننوه الطلبة لإله. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية عندنا الضمير والاختيار الأساسي. نعم. الضمير والاختيار الأساسي إذا قلت لك حتى هاد فيني أنا أشتغل فيه على منحيين من السؤال. موضوعي ومقالي. نعم. الضمير، ما هو الضمير؟ فراغ. الضمير في المسيحية فراغ، هو شريعة الطبيعية. لو إجا السؤال مقالي وعطل طالب فكرة السؤال، مو بصم مو حرفة، بياخد العلامة؟ أكيد طبعا. نحن بالتربية المسيحية عفوا لو قطعناكم، يعني التربية الدينية المسيحية ما في شيء يعني بيحتمل أنه الكلمة مثل ما هي واردة بالكتاب. هي مادة هناك حياتية. نعم، هي مادة معاشة. يعني إذا اليوم قلت أن الضمير نابع من قلب الإنسان، أو إذا قلت مثلا كان الفراغ هو، يعني إذا عم نحكي مطلوب أنه يسوع، فإذا كتب هو السيد المسيح أو كتب المخلص فهي صحيحة. فهلأ منشوف في مرونة بسلم التصحيح. هلأ مستعرض نموذج امتحاني مثل ما تفضلت الأنسي هيفا، أنه نحن اليوم محتوى الكتاب فقرة الأتعلم تحمل منحة موضوعي ومنحة مقالي. يعني مثل ما شفنا أنه الشريعة المكتوبة ممكن يجي صح وخطأ أنه هي كذا كذا، ولكن مو مطلوب يعرفها هو. وممكن يكون بين رأيي أني أنا مثلا شو هنن على ماذا ترتكز قاعدة الحياة الأخلاقية في المفهوم المسيحي، بده يكتبها هو من وجهة نظر إيمانية. بدي ترجعي للصفحة إذا بتريدي، بصفحة الدرس عملي معروف. وهيك نحن منطمئن طلابنا الأعزاء أنه بيعتمد على الفهم، ما في شيء اسمه بصم، لأنه أغلب الطلاب بتخاف خلال الامتحان أنه نحن مطالبين على الكلمة. هذا من شرح الأنسة هيفا وشرح الأستاذ فؤاد. المادة بتعتمد على الفهم، بتحتمل المقال، بتحتمل الموضوع. الفكرة اللي حابة كمان وضحها للطلبة أنه أنا وقت أقول لك أنه أنا المادة هي تعتمد على الفهم حصراً، لأنه تركيبة المادة التربية المسيحية أو التربية الإسلامية بالنسبة للطالب فهي من نسيج تفكيره. أنا ماني جايبة معايير ولاني حاطة نقاط تعليمية إلا من نسيج التربية والعقائد اللي موجودة وتربينا ونشأت من بالبيت. أنا أول من درس التربية المسيحية أو التربية الإسلامية هي المنزل. فهي أسس أخلاقية نحن اللي عم ننوه عليها. أنت بالبيت تنشأت عليها. الكتاب هو يهذب هذا المنح الأخلاقي. أما بالنسبة للعقيدة، العقيدة هي اللي بيتم فيها دراستها بشكل إيماني وموضوعي كما آمنا فيها بالكتاب المقدس. هلأ منتابع بالنسبة لنا الدرس. هلأ حكينا عن الضمير والاختيار الأساسي. أنا إذا خليت عفواً رفعلنا للفقرة، إذا بدي أقراها، أنا إذا سألت سؤال ما هو دور، أنا طبعاً ما لا أسأل من عنوان الفقرة. عنوان الفقرة ليس هو من يوحي بالسؤال، ما يوحي بالسؤال هو النقاط التعليمية التي في الفقرة. أنا ما في بدي أقول لك الضمير والاختيار الأساسي، ليس هناك سؤال بهذا المعنى. أما إذا قريت الفقرة طلع فيها أنه هي ما هو دور الضمير في حياة الإنسان. بس تقرأ الفقرة لتلاقي أنه أنت الضمير وجه اختياراتك في حياتك، عطاك قرار صحيح لعملية بشكل مشروط يحفظ الكرامة الإنسانية، القرار يحكم ويصدر بموافقة العقل. هي النقاط، عندي ثلاث نقاط أنا عددتها، ولكن هي من ضمن الفقرة وليست العنوان هو ما يدل على منحة السؤال. هذا اللي حابة أنا من أعزائي الطلبة، أنه النقاط التعليمية لحالة ترتيبها بيوحي لك شو هو السؤال وكيفيته. عندنا مثلا الفقرة اختيار المؤمن المسيحي. ما هو الاختيار الحقيقي للمؤمن المسيحي؟ هي كفكرة. إذا قلت لك اختيار المؤمن المسيحي الأساسي أو الحقيقي هو ما هو، بس تقرأ الفقرة لا تستنتج إن هو الرب يسوع المسيح. إذا قلت لي هو تعاليم السيد المسيحية عبارة صحيحة، نقطة تعليمية صحيحة، فالفراغ نقطة تعليمية وليس صم. أنا شايفي بالفقرة في آية، ممكن يا ترى تجي الآية وعليها السؤال؟ هاي الآية، الآية اللي عندنا، يا الآية خلينا نستعرضها مثل ما هي.
يتم اختيارنا عملية اختيار مسيحي، يتم اختيارنا الذي يجعلنا في حياتنا استمرارا لحياة المسيح ابن الله القائم من بين الأموات. نعم. وهذا ما أشار إليه بولس الرسول بقوله الآية. الفقرة اللي حكيتها إنه يسوع هو استمرارية خياري. نعم. إن كتبت عبارة أو النقطة التعليمية يسوع هو الاستمرارية، هو المسيح القائم من بين الأموات، أو إن كتبت الآية اللي بتحمل نفس المعنى، اثنيناتهم صح. نعم. عملية خيار وليس إجباري. اكتب. نعم. الفقرة. نحن حتى بسلم التصحيح على الأستاذ لعينوه عملية أنه أنا وقت أكتب الفقرة أو الفكرة أو الآية ما في عندي شيء مشروط للآية. نعم. نجي للفقرة الأخيرة من أتعلم، عنا تربية الضمير. تمام. وقت بعد ما تقرأ أنت الدرس لحالك، أنا إذا سألت الطالب بعد ما المدرسة عطيته هاي النقاط التعليمية بدون ما نقرأ الفقرة، إذا قلت له معناته أنت كيف تربي ضميرك حسب التعاليم الكنيسة؟ نعم. حسب تعاليم للرب يسوع المسيح، فأول كلمة اللي عيقول لي إياها هي محبة القريب. محبة. لأنه الضمير هو شرائع، هو قانون الله خلقه في الإنسان ليضبط الأخلاق، والأخلاق هي ممارسة مواقف مع الآخر. يعني أنا إذا امتلكت الفضائل فهي الفضائل نمارسها مع سلوك. الآخر. صحيح. سلوك. تمام. فإذا أول شيء إذا بدي أسأل أنا هذا السؤال، ممكن يكون بالمرتبة اللي منقول للسؤال الخامس أو السادس، كيفية تربية الضمير. نعم. تربية الضمير، أنت كطالب أنا ما بدي تكتب لي الفقرة كاملة. صحيح أستاذ، نحن السلم بنحطه. نعم. أعطاني فكرة محبة القريب، محبة الله، التعامل بأخلاق مع الآخر، اللي كتب لي اياهم حملوا ثلاث نقاط تعليميه، فهو بيكون استوفى السلم. تماما. نعم. يعني احنا بالسلم او بالنموذج الامتحاني في هناك مرونه انا ذكرت من شوي وبرجع بعيد، مثل ما تفضلت الان سهيفة انه الطالب غير مطالب انه يكتب حرفيا كما هو وارد في الكتاب. نعم. يعني حتى بالسلم نحن بنحط نقاط تعليميه، اذا اجاب الطالب مطلوب منه اذكر ثلاث نقاط مثلا عن تربيه الضمير، اذا قال انه يربى الضمير على محبه القريب. نعم. او العمل بتعليم الرب يسوع، هي النقطه الثانيه. ضبط سلوكي مع ضبط الاخر، سلوكي وهو عمل دائم مرتبط بالاختيارات الاخلاقيه الحياتيه، هي. نعم. ثلاث نقاط. هلا اي نقطه تتوافق مع هذه الاجابات وكما هي موجوده في الفقره هي صحيحه، اذا يعني جاب نفس المعنى. نعم. نحن ممكن حاطين بالسلم مثلا 7 أو 8 نقاط، مطلوب منه 3، اي نقطه بجاوب عليها. نعم. فبيستحق الدرجه. نعم. بنهايه الدرس في عندنا الاسئله التقويم. نعم. اسئله التقويم لا يمكن ان ياتي سؤال مثل ما هو موجود هنا بالتقويم. سؤال يستوقفني بشكل سؤال. مباشر يستوقفني سؤال، اغلب الطلبه يلجؤون الى حفظ اسئله التقويم في نهايه الدرس. طيب هل هذا كافي وافي؟ اكيد لا، لانه الدرس يحمل من النقاط التعليميه والجعبه الجيده، يعني بتقييم كم نعم. ونوع جيده جدا، فلا يمكن ان تقاس بسؤالين. يعني مثلا هذا الدرس اسئله التقويم عباره عن سؤال والثاني هو حاله. هذا هؤلاء يعني هذون السؤالين لا يمكن ان يكونوا نقاط يقيسون نقاط تعليميه يقيسوا كل الدرس. محتوى الدرس. نعم. هي يعني بتغب، يعني لا نعطي للدرس حقه انه انا قدرت اجمعه بسؤالين، وليست من مصلحه الطالب. نعم. ان يحمل السؤال الكم الكبير من النقاط التعليميه لانه ما بعد بيعرف شو بده يكتب. يعني هنا أنا نوجه ملاحظة لطلابنا الأعزاء، حضرتك لو توجهي لهم ملاحظة أنه ما يعتمدوا فقط على الأسئلة اللي بنهاية الدرس. أسئلة التقويم هي عبارة كافية. عن فكرة تحمل فكرة من فكر. نعم. أو النقاط التعليمية للدرس ما ممكن أنه تكون هي الكافية أنه أنت شملت الدرس. نعم. وبالنسبة للأسئلة إذا رجعنا للفقرة بيقولوا لك بيقولوا لي انه بدي اقول بيسالوني عن الاخلاق والضمير بدي اكتب كل الصفحه. لا ابدا. نعم. انا تعمدت جزئ فقره اتعلم لانه هذا الشيء لقيته عند اغلب الطلبه انه بدي احفظ كل فقره اتعلم. لا 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 لا،
أبدا ما عندي حفظ لفقرة أتعلم، ولا يمكن أن يأتي السؤال يحمل كل الفقرة. نعم يعني لا، القائمين على هذا العمل عندهم هذا المخطط، إنه أنا الطالب بده يكتب لي صفحة كاملة، هذا الشيء يعني ما أنا معقول. صحيح. صح أستاذ، لأنه أنت وقت عم تحط السؤال يحمل من النقاط ما يناسب 40 أو 30 علامة. هنا نوجه ملاحظة أو توجيه لطلبتنا الأعزاء، فقرة أتعلم غير مطالبة بالكامل تحفظها بصم، كل نقطة تعليمية يفهمها وقتها رح يعرف يجاوب صح. فقرة أتعلم إذا بدنا نيجي لمفهوم الطلبة لنلخص الدرس، الأسئلة الموجودة بالدرس باستثناء الصفحة الأولى، الصفحة الأولى لا تقاس لأنه باب لأدخل على الغرفة اللي أنا بدي أدرس فيها. بدنا نرجع على الصفحة الأولى أنت هيفا قلت بنهاية الدرس نجاوب. خلص الصفحة الأولى مطلوب من الطالب فهمه. فهم الكتاب، الكتاب عفوا الكتاب كله مطلوب. تمام هذا اولا. ثانيا لا يوجد شيء ما عدا اخر 3 دروس استاذ فؤاد. نعم نعم ما عدا طبعا 3 دروس، بقصد انا مطلوب من الطالب ان يقرا الكتاب بالكامل ما عدا 3 دروس اللي هن محذوفين بسبب الظروف اللي مرينا فيها. عم بحكي انا انه على الدرس، هذا اولا. ثانيا ما انه مطلوب من الطالب يبصم التربيه، ماده التربيه الدينيه المسيحيه مثل ما نوهت الانسه انه هي حياتيه، هي تتطلب الفهم. هلا ما في شيء اسمه انه هيدي الصفحه لازم احفظها والصفحه الثانيه ما لازم احفظها. الدرس هو كل متكامل، يبدا بالتمهيد وينتهي بسؤال تقويم. هلا السؤال كما هو وارد في الكتاب هذا غير مطلوب، يعني ما هو مطلوب من الطالب يجاوب على السؤال، وهو ايضا غير كافي لكي يستطيع الطالب ان يدخل الامتحان. ما هو مطلوب من الطالب ان يقوم بفهم محتوى الدرس، والتركيز طبعا مثل ما تفضلتوا على النقاط التعليميه اللي هي بأتعلم. الايات غير مطالب الطالب بحفظها، لانه نحن بالسلم مكتوب ان يجيب الطالب على هذه النقاط. اذا هلا نعرض النموذج بنشوف، او ذكر الايه. فنحن اليوم اذا كتب المعلومه المطلوبه او ذكر الايه فهو استحق الدرجه، ولكن مو مطلوب منه يحفظ الايات. بعد اذنك بس استاذ انصر رجعي لي للصفحه الاولى بالدرس، حتى دائما عندنا الصفحة الأولى هي التمهيد. إذا رجعت للصورة، معلش عرضي للصورة، نحن في بعملية التربية في شيء اسمه الهوية البصرية، أو ما يقول الواحد إن دائما العين هي أقوى ذاكرة. وقت عم طلع أنا عم بدي أحكي على الضمير، ولقيت هي عملية نحن عم نقول الضمير هو صوت الله في الإنسان، هو صوت الخير. تمام. فأنا إذا لاحظت الصورة اللي محطوطة، أنا إذا قريتها فهي عطتني مدخل بسيط إنه شو معناتها، حتى مرسومة بشكل لطيف إنه صوت الخير وصوت الشر اثنيناتهم أنا عم أسمعهم، فهي عامل مهم لا يقاس، ولكن عامل مهم للدخول بالدرس. ولكن بحقيقة الأمر إذا أجيتي هي معيار موجود ضمن الدرس. نعم. يعني أنا وقت أست بفقرة أتعلم، ألم أتكلم عن الضمير؟ نعم. ألم أقول إنه هو صوت الله؟ لو سمحت ترفعينا الصفحة شوي لفوق، لا لتحت. الأسئلة الموجودة بأول صفحة. هون الطالب بيخاف إنه أنا هاي الأسئلة رح تجي بالامتحان أو لا. صح، هو مدخل للدرس. وأي درس بده تمهيد، أو نبلشوا بمشكلة بإثارة لحتى لين يفوت عليها للدرس. وطبعاً المعيار اللي بأول صفحة بحقق بقلب الدرس، هاي الصفحة فقط يفهمها الطالب. تمام، يفهمها. لذلك أجابت أنه أصف شعوري عندما العمل الصالح والعمل الشرير. نعم. عند قراءة الدرس سيتم توضيح إجابة عن هذا الصفحة. توضيح أخلاق من يقوم بالعمل الصالح وأخلاق من يقوم بالعمل الشرير. فانت بالمطلق قلت لك انه هو مدخل، ولكن لا كثير نقعد يعني هي ومنا قضيه، لانه نقاطه او الفكره منه معروضه وتقاس ضمن الدرس. نعم. شكرا. شكرا.
ننتقل للنموذج الامتحاني. طبعا رح نعرض امتحان شهادة التعليم الأساسي للعام 2019. في نقطة بس بدنا نسأل عنها بعد إذنكم. النموذج ليس مطور الحديث، النموذج ما زال على القديم. نعم. لأن الكتب قيد التطوير. صحيح؟ صحيح. منوه للطلبة. نعم، النموذج الامتحاني هو نفسه اللي طبعا من نفس السنوات السابقة تماما، في حين تطوير الكتاب، وهذا الأمر مقترن بتطوير، يعني تطوير النموذج الامتحاني مرتبط بتطوير محتوى الكتاب. نعم. الجديد. نعم. النموذج عم بعرضه هو امتحان شهادة التعليم الأساسي لعام 2019 بمحافظة دمشق. طبعا بنية الأسئلة، النموذج الامتحاني يتألف من 6 أسئلة. السؤال الأول، في عنا أي نص إنجيلي أو نص ديني، أو ممكن يكون السؤال الأول من تعاليم الكنيسة، يعني مو بالضرورة يكون هو نص ديني. بكل الأحوال إذا كان نص ديني أو من تعاليم الكنيسة فهو في له شقين هذا السؤال. فبهذا النموذج في عنا نص ديني يخاطب القديس بولس الرسول أهل أفسس المؤمنين قائلا: لهذا أحني ركبتي ساجدا للآب، فمنه كل أبوة في السماء والأرض، وأتوسل إليه أن يقوي بروحه على مقدار غنى مجده الإنسان الباطن فيكم. حدد معنى صلاة الشكر في الإيمان المسيحي، وضح بنقطتين كيف تصل الصلاة المسيحية إلى الله الأب. هلأ نحن رح نعرض النموذج بشكل كامل وبعدين منروح على السلام منوضح كل سؤال بسؤال. السؤال الثاني هو إتمام فراغات، مثل ما أننا شايفين: أنقل العبارات الآتية إلى ورقة إجابتك وتمم الفراغ بالكلمة المناسبة 20 درجة. يسعى المؤمن لتحقيق السعادة على مرحلتين: مرحلة الحياة فراغ ومرحلة الحياة فراغ. لكل عمل إنساني وجهان: فراغ وفراغ. السؤال الثالث هو أن طبعا بده ينقل العبارات على ورقة الإجابة ويكتب كلمة صحيحة أو مغلوطة بجانب كل منها 40 درجة. يسعى المؤمن لبلوغ، وطبعا هذا السؤال مكون من 4 أسئلة أو 4 عبارات. يسعى المؤمن لبلوغ ملء قامة المسيح من خلال محبة الذات والكبرياء. يتجلى دور الأهل التربوي تجاه أولادهم مساعدتهم على فعل الخطيئة. سر الشكر الإلهي مهد لخلاص المؤمنين بسر الميرون العظيم. استخدم يسوع المسيح في عزاته رموزا من الأرض. السؤال الرابع 30 درجة. انقل إلى ورقة إجابتك العبارات الآتية بعد تصحيح الكلمة أو الجملة المغلوطة الموضوع تحتها خط. أيضا في عنا 3 أسئلة لهذا السؤال أو 3 عبارات. واضح السؤال، يعني الكلمة الموضوع تحت خط هي غلط، والمطلوب من الطالب أن يصححها. إن حياة الإنسان مهددة دوما بالموت الجسدي، مثل ما أنا شايفين تحت كلمة الجسدي في خط هي خاطئة بده يصححها. والسقوط الأخلاقي في الفضيلة أيضا موضوع تحت خط بده يصححها. أرسل الله يوحنا المعمدان ليخلص الخطأ ويدخلهم الملكوت. خاطب الله الإنسان عبر وسائل الإعلام في الوحي الإلهي. السؤال الخامس هو: اختر الجواب الصحيح لكل مما يأتي وانقله لورقة إجابتك. من واجبات المواطن تجاه وطنه كل ما يأتي ما عدا، أيضا هي الاختيار من المتعددة. كلمة أنا بركز، يعني بوجه الطلاب أن ينتبهوا على كلمة ما عدا، أيضا موضوع تحت خط، يعني كل هذه العبارات هي صحيحة ما عدا واحدة، يعني الإجابة الصحيحة تكون الإجابة الخاطئة. هي الإجابة الخاطئة. نعم. فضيلة الرجاء الإلهية تدفع المؤمن إلى كل ما يأتي ما عدا، تبعده عن مشيئة الله، تنمي فيه الجهاد الحسن، تساعده على أن يعمل بتعليم يسوع، تكمل له الفضائل الإلهية. السؤال الأخير السادس أيضا مكون من 3 أسئلة. مطلوب أن يجيب الطالب عن سؤالين من الأسئلة، 60 درجة لكل سؤال، 30. طبعا ايضا هذا السؤال مثل السؤال الاول يرد اما نص ديني او من تعاليم الكنيسه، مثل ما احنا شايفين نحن هون في عنا سؤالين نص ديني وفي عنا سؤال من تعاليم الكنيسه، واحتمال يكونوا 3 نص ديني واحتمال يكونوا 3 من تعاليم الكنيسه، بغض يعني النظر عن كان نص ديني او من تعاليم الكنيسه، المطلوب انه يجاوب عن سؤالين من الاسئله.
ممكن أستاذ عند هذا السؤال بعد إذنك. في بعض النماذج قبل هذا العام قد تحمل إحدى هي الأسئلة، تحمل السؤال السادس بإحدى احتمالات الأسئلة هو لما نقول عنه حالة أو موضوع موقف حياتي. موقف حياتي طبعا إن كان إجباري أو اختيار من ضمن الثلاثة أسئلة، بس بدي نوه للموقف الحياتي إنه أنا وقت عنده عرض قضية أو مشكلة أو حالة تتناسب مع عمر طالب البكالوريا وأطلب منه حل هذه الحالة أو هذه القضية المطلوب، ليس يعني مثلا إذا وضعت حالة تقول عن إنه إنسان قد يكون الانترنت أخذ حيز كبير من حياته وسبب له مشاكل وإلى آخره، في عندي قضية معينة، المعالجة لهذه القضية ليس مباشرة أتجه إلى الصوم والصلاة. أنا لم أطلب حل هو الصوم والصلاة، الصوم والصلاة يأتي في المرتبة الثانية عندما تعالج القضية المطروحة. في عندي طالب لا يستطيع الدراسة، في بدي أحط أسباب، بدي أحط بنود لساعد رفيقي أخي القضية حسب ما تطرح، حل القضية ومن ثم نأتي إلى النظرة الإيمانية للقضية، جانب حياتي وجانب إيماني. تمام، لأنه أنا في عندي مشكلة، أنا إنسان في عندي مشكلة إلى أسبابها، لابد من حل الأسباب لحتى بعدين له حل الأسباب الحياتية، حل الأسباب التي أدت إلى هذه القضية أو إذا إلى هذه المشكلة في حياة الطالب أو اللي أنا طرحتها، وبعدين نأخذ المنحة الإيماني لحتى يقدر يسمع كلمة الله. بدي أقول له اسمع كلمة الله، اسمع التعاليم، إذا ما كان منتهي من الغلط اللي هو عم يرتكبه لا يمكن أنه يسمع. فلذلك الدغري بيقول لي أنه الصوم، الصلاة، التردد إلى الكنيسة إلى آخره، هذه ليست حلول، هذه تأتي في المرتبة الثانية. صح أستاذ؟ فلذلك حل القضية ومن ثم الرأي الكنسي أو رأيك كطالب مؤمن. تمام، هاي اللي حبينا ننوه عليها. هلأ نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول سلم مع السلم. نعم، مع السلم. مثل ما شفنا احنا السؤال الأول هو نص ديني 30 درجة. حدد معنا صلاة الشكر في الإيمان المسيحي. ما احنا قلنا السؤال الأول هو يتألف من شقين، واحد اثنين. الأول مطلوب منه أنه يحدد معنى صلاة الشكر في الإيمان المسيحي. صلاة الشكر تتميز بها الكنيسة بإقامتها سر الإفخارستية، أي سر الشكر الإلهي، وهي تبين لنا عمل الرب يسوع الخلاصي. هاي الفكرة. أو أن يذكر الآية، يعني إذا ذكر هذه العبارة اللي أنا هلأ قريتها، أو الآية استحق 10 درجة. موجودة في الكتاب. طبعاً موجودة في الكتاب. الشق الثاني مطلوب منه ممكن بس نوه لموضوع. صح نحن قلنا يفهم الطالب الفكرة، لكن هناك نقاط مطالب فيها، يعني ما بيكفي أنا بس أفهم الفكرة، لازم اسمح لي أستاذ جاوب على هاي النقطة. أنا بدي أسأل السؤال لأنه كذا حدا طرح السؤال. لا يمكن ويجب على الطالب أن لا يعطي نفسه مرتبة الفهم إن لم يكن فهم وحفظ. كلمة الفهم هي الفهم والحفظ، ولكن الفهم والحفظ هو أنا لا يمكن أنه أنا أقول والله أنا حفظت هذا الحفظ الآن، هو ليس حفظ. كيف تقول؟ نكمل؟ تفضل أستاذ. الشق الثاني من السؤال وضح بنقطتين كيف تصل الصلاة المسيحية إلى الله الآب 20 درجة. إذن السؤال الأول هو 30 درجة، 10 درجات للشق الأول و 20 درجة للشق الثاني. تمام. طبعا مطلوب وضح بنقطتين. النقطة الأولى نصلي باسم يسوع المسيح ومعونة روح القدس. اثنين نستغفر الله على خطايانا وندعو كالعشار التائب. أو إذا ذكر الآيات استحق 20 درجة. هلأ إذا كتب نصلي باسم يسوع المسيح أو باسم السيد المسيح وبمعونة الروح القدس، أو إذا نصلي باسم الثالوث الأقدس، الثالوث القدس، نصلي على اسم الآب والابن والروح القدس، فهي صحيحة. هي كل العبارات هي صحيحة. فمثل ما دائما الأستاذ عم بيقول في مرونة بالسلم. بالسلم. السؤال الثاني ممكن
الآية اللي موجودة بالسؤال الأول أبونا لحتى نوه لهم، إذا لاحظتوا الآية دائما موجودة هي لمساعدة الطالب توجيه أفكاره اللي بده يستدعيها لوين بده يروح لأي درس. تمام. يعني الآية الموجودة هي آية للقديس بولس عن الصلاة، فأنا بدل ما أسأله بشكل مباشر كيف نصلي، وضح بنقطتين كيف يصلي إلى الآب السماوي، وضحت لي الآية ونوه لي له الرب يسوع بولس الرسول قال أحني ركبتي، فدائما الآية هي دليلك لتشوف بذاكرتك لوين بدك توجه السؤال لأي درس لحالك لا تعرف. نعم تفضل. الفهمان الفكرة بجاوب. تمام. لهيك نحن قلنا لطلابنا أنه بتعتمد على الفهم، هذا لا يعني أنه لازم بس فهم، في فهم يترافق مع الحفظ. تمام. حد أدنى من المادي، حفظ لكن الأفكار الرئيسية. حفظ الأفكار الرئيسية، نعم، لأنه لازم ننوه للطلاب على هالفكرة. تفضل. السؤال الثاني، انقل العبارات الآتية لورقة إجابتك وتمم الفراغ بالكلمة المناسبة. 20 درجة، مثل ما أنا شايفين في عنا عبارتين أيضا تتألف من 4 فراغات، لكل فراغ 5 درجات، يعني السؤال بالكامل 20 درجة. يسعى المؤمن لتحقيق السعادة على مرحلتين، مرحلة الحياة الأرضية هو الفراغ الأرضية، ومرحلة الحياة الأبدية. إذا كتب طبعا الفراغ الأرضية والأبدية استحق 10 درجات. لكل عمل إنساني وجهان، فراغ الغاية والوسيلة أيضا 10 درجات. سؤال هون، لو الطالب جاوب بدال الفراغ كلمة الفراغ بكلمة أخرى مرادفة بياخذ العلامة؟ طبعا، يعني هلا إذا كانت تحتمل الكلمة المطلوبة نفس المعنى بالتأكيد بياخذ العلامة. نعم بياخذ العلامة. وهذا الشيء أستاذ ينوه له في المراكز الامتحانية. نعم. ولذلك نحن وقت تتم فض الأسئلة ووضع السلم، في عنا احتمالات تطلع من الطلاب نفسهم، قد لا يكون المدرس موجود عنده. يعني نحن بنصلح عينات على السلم، يوضع على أساس عينات، عنا عينات من كل المحافظات تأتيكي مفردات أنت ما نك حطيتيها، لكنها تمام. صحيحة. تمام. لكنها صحيحة. هي صحيحة. لذلك بتم أنا عندي عملية فض النماذج ومنصلح عينات من كل المحافظات لحتى بيجيني مرادفات أنا نفسي ما بتكون موجودة عندي، ولكن تطلع من طالبية صحيحة فيحق له أن يأخذ العلامة وتدرج بالسلم. نحن عم نحاول خلال الجلسة نسأل كل أسئلة الطلبي والأهالي كمان مشان نطمئن. تفضل. السؤال الثالث هو كمان أن يكتب صحيحة أو مغلوطة 40 درجة. طبعا يتألف السؤال الثالث من 4 عبارات أو 4 جمل، مطلوب منه أن يكتب مثل ما أنا شايفين، انقل العبارات إلى وضع كتب كلمة صحيحة أو مغلوطة بجانب كل منها، إما صحيحة أو مغلوطة، لكل درجة لكل عبارة 10 درجات. نعم. يسعى المؤمن مثل ما شفنا اللي بلوغ ملء قامة المسيح من خلال محبة الذات والكبرياء، بالتأكيد مغلوطة هذه العبارة. نعم. يعني يسعى المؤمن لبلوغ ملء قامة المسيح من خلال محبة الذات والتواضع والمحبة إلى آخره. يتجلى دور الأهل التربوي تجاه أولادهم مساعدتهم على فعل الخطيئة، فهذا أكيد مغلوط أيضا. نعم. على فعل الخير طبعا. سر الشكر الإلهي مهد لإخلاص المؤمنين بسر الميرون العظيم. استخدم يسوع المسيح في عزاته رموزا من الأرض. منشوف السلام طبعا، مثل ما قلنا الأولى والثانية مغلوطة، والثالثة هي مغلوطة، الرابعة صحيحة، لكل واحدة منها 10 درجات. يعني حقيقة السؤال مثل ما أنا شايفين، السؤال الثاني والثالث كتير سهلين. يعني اليوم الطالب مثل ما تفضلتوا، إذا بيكفي الطالب أنه فهم محتوى الكتاب، فهم بيستطيع أن يجاوب بكل سهولة عن السؤال الثاني والثالث، حتى الرابع أيضا، حتى السؤال الرابع. نعم. هلا بننتقل للسؤال الرابع. أنسي هيفا بعد إذنك. نعم. الملاحظة بدي أقراها. يخسر الطالب درجة السؤال إذا كان رقم الجواب يخالف رقم السؤال أو العكس. تضمنت الإجابة الاحتمالين معا صحيحة ومغلوطة. يعني اليوم في كثيرين طلاب بيحبوا هيك يتركوا الحرية للمصحح، بيكتبوا رقم 1 صحيحة مغلوطة، أنه أساس الطالب هو ما انتبه. يعني
ليس من مهمة المصحح أن يختار هو الإجابة الصحيحة. طيب هون نعم. بس في سؤال نلاحظ في طلب كتير تتلبك تتوتر خلال الامتحان، يعني إحنا بدنا نحط الاحتمال الجيد مو إنه الطالب هو اللي يترك الإجابة للأستاذ. أحيانا الطالب بتلبك ما بينتبه، هلأ مثلا بيكون ناقل رقم العبارة وكاتب حدة صحيحة، تلبك توتر تمام. كتب إجابة السؤال اللي بعده. طب هون نحن شو فينا ننصح الطلاب؟ ينقلوا العبارة مثل ما هي هلأ بالنسبة أفضل؟ للطلاب مثلا إذا العبارة العبارة هي الأولى وانكتب نعم. حد رقم اثنين، فالجواب يتبع العبارة. نعم يعني أنا قد يكتب الطالب العبارة الأولى ولكن بسرعة الكتابة يكتب حد رقم اثنين ولكن كاتب العبارة صحيحة والإجابة تبعه صحيحة، تعتمد أنه هي صحيحة. تمام. الإجابة تتبع العبارة. ننصحهم ينقلوا العبارة هلا أفضل. أنا بالنسبة إلي دائما بحب أنه ينقل لي العبارة، لذلك هي شو أنقل إلى ورقة الإجابة. في عندك نقل العبارة السؤال واضح، أنقل إلى ورقة طب لو ما نقل العبارة لو ما نقل هلأ العبارة هلا ما ينقل العبارة والرقم مطابق والإجابة صحيحة. يعني السؤال الأول العبارة الأولى أستاذ قريتها كانت مغلوطة. نعم. إذا كاتب واحد مغلوطة فيحتمل حقه بالسلم تمام، ولكن نحن عم نجاوب على الاحتمالات التي قد تحدث عند بعض الطلبة. إذا بدي يجي حاسب على السلم بحرفيته أنا قلت بالسؤال أنقل العبارة، ولكن نحن نتجاوز هذا الأمر إنه من وضع رقم العبارة وأجابة صحيح هو من حقه ياخذ لكن العلامه. ننصح طلابنا ينقلوا العباره مشان ما يفوتوا بهالمكان. يعني السؤال واضح، انقل العباره. احيانا الطالب على ورقه الامتحان بيتوتر بيتلبك بخاف. نعم. لهيك نحن من خلال هالجلسه الامتحانيه بدنا نوجه نصيحه لهم ينقلوا عباره افضل. تمام تفضل. اوكي هلا السؤال الرابع مع الأنسة هيفا، بس رح انا اقرا السؤال. انقل الى ورقه اجابتك العبارات الاتيه بعد تصحيح الكلمة أو الجملة المغلوطة الموضوع تحت خط. نعم. 30 درجة. إن حياة الإنسان مهددة دوما بالموت الجسدي والسقوط الأخلاقي في الفضيلة. طبعا بالموت الروحي وهو السقوط في الخطيئة. هناك بيقول إنه ما في إلى احتمالات، مو موضوع ما إلى احتمالات، هو الموضوع العبارة احتمالها واضح. نعم. العبارة احتمالها واضح، ولكن إذا قلت مثلا بدل ما يقول لي السقوط في الخطيئة إذا عبر لي السقوط في الموت الروحي، الموت الروحي هو الخطيئة، يفترض أن تكون صحيحة. صحيحة. تمام مراد. هنا ولكن إنه هي يعني قليل للطالب يعوض لي عن الخطيئة بالموت الروحي، ولكن إذا وجدت فهي صحيحة. صحيحة. نعم. هنا أريد أن أسأل سؤال. نعم. لو سمحت لي فقط. نعم. لو هنا بعض الطلبة، نعود للتوتر الامتحاني والقلق الامتحاني وهو موجود، لو الطالب صحح غير الموضوع تحتها خطأ فأنت آنستي ونستعضفها خلال التصحيح. ايه تمام. فهو سؤالك إذا الطالب ما جاوب، الحالة اللي عم تعرضي لي هو الطالب جاوب غلط. نعم. الطالب جاوب غلط فهو لا يستحق العلامة. نعم. هنا بعض الطلبة يصححون العبارة التي ليس تحتها خط بما يتناسب مع اللي تحتها خط. ننوه للطلبة أن العبارة المطلوب تصحيحها تحتها خط. تمام. نعم. التقيد بمعنى السؤال. نعم. هو أمر صحيح ويقرؤون السؤال بدقة. وقت ما أتقيد أستاذي بالسؤال فأنت جاوبت اللي أنت بدك إياه. يخسر الطالب. نعم. يعني هون صحيح. للأسف نصادفها خلال التصحيح. نصادفها، ولكن هي قاعدتها وشريعتها إنه الطالب لم يقرأ السؤال بالمعنى الصحيح والمطلوب من السؤال. تمام. فهو لم يجيب على السؤال. نتوجه لطلبتنا الأعزاء. أنا كان بإمكاني إذا بدي هيك بدقة. كان بإمكاني صلح العبارة. وأنا أقول لك صلح العبارة. فأنت حتى كلمة صلح العبارة فهي منطقيا التصليح يبقى للجزء الآخر. نعم. ليش؟ لأنه أنا ببداية العبارة أسألك إن الموت الروحي هو كذا، ما فيك تصلح الجزء الأول ليكون يتوافق مع الجزء الثاني. أنا عم بسألك عن الجزء الأول، هي منطقية السؤال هي هيك. نعم. أنا سألتك عن الموت الروحي، هو قلت لك إنه هو الوقوع في الخطيئة.
نعم. بدك تصلح للخطيئة ما يتناسب مع الجزء الأول وليس العكس. يعني وهنا المطلوب الذي تحته الخط فقط. تماما. يعني إذا مثل ما تفضلت الآن هيفا أنه السقوط في الخطيئة أو الابتعاد عن الله أو يعني إذا أخذ الشر فهي صحيحة. نعم تمام. يعني إذا قلت لك أنا السقوط في الخطيئة هو القرب من الله، هي عبارة خاطئة. أنا شو سألتك عن السقوط في الخطيئة؟ ما بتقول لي الابتعاد عن الخطيئة هو القرب من الله. أنا ما بدي تصحيح، أنا ما سألتك كيف تكون قريب من الله. نعم تمام. فهو حكما التصحيح هو لجزء الآخر من العبارة. نعم تفضل. هلأ السؤال الخامس، اختيار الجواب الصحيح لكل مما يأتي وقوله له ورقة إجابتك. بدنا كمان هذا الاختيار من متعدد. هن سؤالين، يعني السؤال الخامس هو عبارة عن فكرتين، من واجبات المواطن تجاه وطنه كل ما يأتي ما عدا. ننتبه أنه في خط تحت ما عدا، يعني ألف ب جيم دال هن أربعة، في ثلاثة صح وواحدة خاطئة. نعم إجابة الخاطئة هي الصحيحة. نعم فأنا بناقش عقلي، قريت السؤال، من واجب المواطن تجاه وطني كل ما يأتي الدفاع عنه صح، تحمل مسؤولياته تجاهه صح، صح، هدر ثروات وطاقته بالتأكيد، يعني إيجاد الحلول، إيجاد الحلول لمشكلاته هي صح. صح. يعني كتير بسيط، حتى النموذج مثل ما أنا شايفين، حتى الطالب اللي يعني كان خلال العام متابع مع المدرسة يستطيع أن يجيب عن السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس بكل بساطة. نعم صحيح. الأسئلة الموضوعية هي أسئلة حياتية معاشة يستطيع الطالب الإجابة عنها من خلال فهمه للمادة. نعم. في ملاحظة بس بالسؤال الخامس. نعم. أنه يخسر الطالب درجة السؤال إذا كان الحرف صحيحاً والجملة مغلوطة أو العكس، الجواب غير مرتبط برقم السؤال، الجواب يتضمن احتمالين معاً. يعني طالب يترك المجال المصحح يعني بالسؤال الأول، أنه أحيانا بعض الطلاب بيجاوبوا بيتركوا الحرية للمصحح ليختار الصح، فطبيعي يعني هو الطالب بحد ذاته ما بيقبل هذا التصرف. السؤال الأخير طبعا بنبقى مع الأنسة هيفا هون. السؤال الأخير هو السؤال السادس، هو ما زال يعني نحن هلأ البعض سألنا أنه أغلب المواد عندها عملية الاختياري وما عندنا سؤال إجباري. نحن ما تعدل أول سبب أنه هو المناهج إسا لم يتم تحديث المطور، بالإضافة أنه هي من الأساس تحمل من حيز الاختياري نسبة 80%. نعم. تمام. يعني أنت لاحظتي ما عندي سؤال إجباري. إجباري. فلذلك لم يتم تعديل النموذج، فهي دائما لمصلحة الطالب. السؤال السادس هو اثنين من أصل، بدي يختار اثنين من أصل ثلاثة. بدي نوه بالنسبة للطلب البكالوريا، أنا ما فيني جاوب على ثلاثة وبدي نقي المصحح يختار الأفضل ويحط لي. دائما بهي النقطة نصلح الأول والثاني، يعني الأول حتى والثاني اللي هو مختاره، حتى لو كان جاوب على الأول غلط وعلى الثالث صح بتروح عليه. تمام. يعني أنا وقت بدي جاوب على ثلاثة فرضا، يفترض مني أنه حكماً أعرف أنا كطالب السؤال اللي أول واحد اخترته والسؤال الثاني واحد اللي اخترته هن حكماً اللي بدهم يتصلحوا، للثالث ما لا يتصلح. يعني حتى لو كان الأول خطأ. نعم. والثالث نعم. صح. نعم. ما بيأخذ. مطلوب يجاوب على السؤالين. أتمنى من الطلبة لأنه هن إلهم من الوعي والعمر الزمني يتناسب تماماً مع هذا الحكي، فما في داعي أنا لفوت بهذا اللغط. نعم. عندك اثنين يلي متعرف حالك متمكن منهم، اثنيناتهم تكتبون بالأول. نعم. يعني بعد إذنك بس بنرجع ضمن وحي الملاحظة اللي عم تتفضل فيها الأنسة، لا لآخر نموذج إذا سمحتي، في عنا ملاحظة للأخير ملاحظة. في حال أجاب الطالب عن الأسئلة الثلاثة تصحح الإجابات الثلاثة وتأخذ أعلى درجتين. هي للعام الماضي ولكن. نعم للعام الماضي. تمام. هي إذن وجدت بالسلم. بل كمان وجدت. يعني بعض السلالم. السلالم نعم. تكون هلا العام الماضي وردت بهذا الشكل، ولكن ببعض السلالم قد تكون بس غير موجودة. نعم.
يعني الطالب معناته انا موقف حرج. انا بالنسبه صحيح. لي بالنسبه لهي الملاحظه فالتنويه انه الطالب يكتب لثلاث اسئله ويتم انا اختيار الافضل له، هذه العباره هيك بتقول. نعم، الملاحظه العامه كل اجابه يوردها الطالب وتعبر عن فكره شخصيه تتوافق مع الايمان المسيحي او مع تعليم الكنيسه طبعا تعتبر مقبوله وينال الطالب درجتها المخصصه. طبعا مثل ما تفضلت الانسه انه اليوم طبعا مطلوب انه يجيب عن سؤالين، فاحيانا بعض الطلاب يجاوب عن ثلاث اسئله وبيتركوا الحريه للمصحح انه يختار السؤالين. انا وجهه نظري واكيد حضراتكم بتوافقوني بالراي انه الطالب عليه ان يختار السؤالين يلي متمكن منهم ويلي بيعرف حاله هو رح يجاوب عليهم بكل صراحه وبكل دقه ويجاوب عن سؤالين فقط. يعني انا اخالف الطالب اللي بده يجاوب عن ثلاث اسئله، مطلوب يتقيد بالسؤال، مطلوب اجب عن سؤالين من الاسئله الثلاثه، يجاوب عن سؤالين، شو يختار السؤالين هو ادران فمثل ما قلت انه يجاوب عليهم وبيكفي. لانه انا بالمراكز للسؤال السادس بالذات اللي لاحظتهم انه قد عم يجاوبوا على ثلاثه، انا عم بحكي نتيجه خبره انه قد يجاوبوا على ثلاثه يكون كل سؤال بنقصوا منه، ما بيعطوا النقاط التعليميه اللي لازم يعني هلا هو له 60 علامه كل سؤال 30 ب 30، وقت يجاوبوا على ثلاثه بيصير وضعهم انه السؤال الاول ما عاد حمل ثلاث افكار ليحمل 30. انا هذا اللي عم لاقيه بحاله التطبيق عند الطلاب انه هو جاوب على ثلاثه بس انت عمليا انا غير اثنين ما لاخذ، فانت وقت تكون متاكد من هالثلاثه كامل وحابب تكتبهم على هو ما مكتوب بالسلم فانت انا بنقي اللي اعلى علامه ويستحق انه ياخذها هيك السلم بيقول. ولكن وقت تكتب انت مو اذا اخترت ثلاثه معناته انا السؤال الاول او الثاني او الثالث كل واحد يحمل نقطتين تعليميات فهو يستحق 30 علامه. لازم ينتبهوا منيح على صيغه السؤال، اختار اثنين وثلاثه. اثنين وقت تكتب بما انه عندك 30 علامه فلا يقل بالمطلق انه هو لازم يحمل ثلاث افكار لابد منه تتواجد لتستحق 30 علامه. يعني انا ما فيني اكتب شوي من الجزء من الاول سؤال جزء من الثاني سؤال وجزء من الثالث سؤال. انا هذا الشيء كنت شوفه عند الكل اللي بيكتبوا ثلاثه قليله، لاقي ثلاثه يكتبوها بنفس الاتقان بيكونوا حاملين 20 20 20. انا ما فيني احط لك 60، انت اخذ 40 ما بياخذ، لا يستحق. صحيح، لا يستحق العلامه. لذلك لا تشتت افكارك، ركز بسؤالين تختارهم من بعد دراسه فانت بتكون هذا الشيء افضل لك، واللي متمكن يكتب بالثالث فنحن له كمان الشاكرين وشكرا لحفظه بيكون. تماما، بنلاحظ انه بعض الطلبه بيقروا اول سؤال وبيجاوبوا عليه، بينتقلوا على الثاني وبيجاوبوا عليه، وبينتقلوا على الثالث وبيجاوبوا عليه. نعم. من مبدا انه في طلاب ما بفيه تقرا الاسئله كلها فورا وتختار. يعني مثلا قرا السؤال الاول هني بده يختار سؤالين ثلاث اسئله، تمام، قرا السؤال الاول جاوب، قرا السؤال الثاني جاوب، قرا السؤال الثالث جاوب. هذا الكلام بالنسبه لورقه الاسئله بشكل كامل، اما السؤال السادس عم بقول لك اختر سؤالين، فحكما انا بدي اطلع على السؤال، سؤالي هو عباره عن ثلاث اجزاء، حكما بدي اطلع على ثلاثه لاشوف انا اي اللي بذاكرته واي بدي اختاره واكتب، ما بصير انه اكتب السؤال الاول. الكلام اللي عم بتقولي حضرتك انه بحس انه انا ما اقرا الاسئله كلها مع بعضها، هي فكره صحيحه. تمام، وهي فكره صحيحه انه الطالب ينتقل من سؤال لسؤال لسؤال. بس وقت وصل للسؤال السادس السؤال يقول اختر سؤالين مما يلي، فهو حكمه بده يقرا الاسئله الموجوده ليحدد اختياره. صحيح. هي يعني السؤال السادس هو سؤال، ما فتت بورقه امتحانيه جديده لاقول ما فيني اقراها غير سؤال سؤال وجاوب عنه. نعم، يعطيكم العافية. فينا بس نرجع نستعرض السؤال الثالث سلم التصحيح تبعه. اوكي، نحن هون هلا لأنه في آيات. نعم، نستعرض سؤال. يا ترى الآيات حصرا من الكتاب ولا ممكن يجي مرادف لها من الكتاب المقدس؟ هلا هون النص الديني النص الديني اللي وارد بمتن السؤال. نعم. ليس بالضرورة أنه يكون الآية هي نفسها موجودة بالكتاب.
طيب الطالب نحن مرتكز الكتابي بالنسبه لماده التربيه الدينيه المسيحيه الكتاب المقدس. هلا اليوم اذا كان السؤال مطلوب منه يحكي عن المحبه، فهناك الكثير من الايات اللي فينا نستقيها من الكتاب المقدس بتحكي عن المحبه. طيب الطالب شاف السؤال وشاف انه هاي الايه او لهيكي نص لهيكي النص لهيكي الديني. انا بتوافق مع الانسه هيفا وقت اللي قالت انه السؤال الموجود التقويم المرحلي او التقويم الختامي هو غير مطالب في الطالب ولا يكفي لان يجتاز الامتحان الدرس كامل. نعم. الطالب فات شاف على ورقه الامتحان نص ديني، هذا النص الديني ما انه مارق عليه بالكتاب. بس لكن عفوا اكيد ما لعيكم مارق عليه بالكتاب، ما انه مارق عليه بالكتاب، لكن فكره النص الديني واردي بالكتاب. تمام. والسؤال مشان ما يخافوا الطلبه انه شيء من برات الكتاب، ما في شيء من برات الكتاب، الاجابه عندنا هي موجوده في الكتاب، موجوده في الكتاب، ما في شيء. تمام. انا عرفت الفكره اللي انا الكتاب المقدس يحمل من الايات وتحمل نفس المواضيع وفيني اخدمها بالطريقه اللي انا بدي اياها. انا بالدرس حاطه عن المحبه ايه، هذا لا، ما في شيء بيجبرني كواضع او مهمتي اضع الاسئله الامتحانيه انه انا مجبر بهي الايه لحط السؤال، لا بدي اجيب ايه رديف لإله. انت عم تحمل نفس المضمون ولكن سؤالك من محتوى الكتاب. لانه انت لا تنسي عم تتعاملي مع ابن 18 سنه له من العمر الزمني يستطيع ان يقارب معاني الايات لبعضها. بالتاكيد. تمام. يعني انا ما في شيء بيجبر وضعي السلالم عفوا النماذج انه انت حكما الايات اللي بدها تكون هي بالكتاب هي بس. لا، في اوسع بكثير. نعم. بعدين في اسئله ابدا ما عندها ايات، وهذا دليل انه اسئله الامتحان تقيس فهم الطالب وليس البصم. صحيح. نعم. فرح ناخذ نموذج من هالثلاث اسئله سؤال واحد. نعم. كرمال ما نطول بالجلسة الامتحانية لأنه الوقت شاب على الانتهاء. يخاطب القديس بولس الرسول أهل رومي والمؤمنين قائلا: نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد، فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. عرف النمو الروحي في الإيمان المسيحي وبرهن بنقطتين أن سلام السيد المسيح ليس سلاما بالمعنى الأرضي. 30 درجة. النمو الروحي هو عملية التحول لنصبح على مثال الرب يسوع المسيح من خلال إيماننا في المسيح، حيث يبدأ الروح القدس عملية تحويلنا. 10 درجة. عفوا شوي ممكن بس لحتى تشوفي أنسة إنه السؤال الآية اللي حطوها وخدموه، إذا سألته بشكل مباشر للطالب عرف النمو الروحي في الإيمان المسيحي، وقت اللي يكون السؤال إنه هو سؤال صعب يستدركه براسه دغري. أما الآية هي لحالة عرفته الطالب على الجواب، عرفته من خلال ذخيرة الفهم اللي عنده. أنا بقول لك سبيل الروح لا سبيل الجسد، الذين يسلكون الجسد يهتم الجسد يفني الروح. لحالة العبارات أحيت الأفكار الموجودة يلي تعرف أنت معناتها النمو الروحي شو هو معناته. نعم. الآية بتساعد الطالب إذا قلت 70% عن استدراك وتحديد النقاط اللي بده يكتب لك إياها هي تساعد. نعم. تمام. هيك يطمنوا طلابنا حتى لو كانت الآية ما أنا واردة بالكتاب فهي بتدلهم وبتوجهن على الإجابة. نعم. تمام. نعم. كيف يبغون الطلاب؟ المطلوب أن يبرهن بنقطتين أن سلام السيد المسيح ليس سلام بالمعنى الأرضي. طبعا على الطالب أن يجيب بنقطتين. النقطة الأولى: سلام مطلق لا يزول لأنه دفع الثمن فداء للبشرية على الصليب. هيدي الفكرة 10 درجات. وسلام داخلي يتجلى في علاقة الإنسان مع الله ومع الآخرين 10 درجات. هيك بيكون طالب من خلال هالمعلومات استحق 30 درجة للمطلوب لهذا السؤال. في استشهاد النموذج الامتحاني؟ لا. الأسئلة تتم إلى نفس المبدأ، السؤال السادس نفس المبدأ. المبدأ ما بعرف إذا بتحبوا إسا حطلي بهذا النموذج منح الصدفة إنه عملية نفس الدرس اللي عرضناه عن الضمير. نعم. صحيح. نعم. في حياة خلق الله الإنسان حنر وغرسها في قلبه. شوفي هي العبارة: خلق الله الإنسان حرا وغرسها في قلبه القدرة على. هي العبارة موجودة اللي نقول الأخلاق هو قدرة داخلية فطرية بلشت فيها من التمهيد. أنا عم بعطيك هي الفكرة. نعم. تمام. فلذلك أنا بقول لي
تقاس او لا تقاس، لا عاد نفوت بهاي الباب، لانه قلت لك بنعطي تشبيه، ما بقدر فوت على غرفه اسقاط مظلي، بدي افتح صحيح. الباب وفوت لاعرف فوته نظاميه. ولكن هي لا يتم قياسها بالشكل مباشر. في عندنا فقرات هي هون اسمها الفقره انا عم اعطيك المنحه او الاسقاط، الفقره اللي بنهايه الصفحه الاولى هي اسقاط بين المنحة الحياتي وعم بربطك بالمنحة الديني لتشوف أنا ليش ربطت أو ليش عم أسقط التربية الدينية المسيحية على حياتي. نعم. تفضل. نحن منتشكركم كثير خلال هالجلسة الامتحانية، ومنتمنى نكون من خلالكم أنه طمأنا طلبتنا الأعزاء. بدنا بس توجيه أو نصيحة للطلاب من قبلك أستاذ فؤاد بالبداية. طبعاً أولاً نتمنى التوفيق لجميع الطلاب اللي عم يستعدوا للامتحانات النهائية وعلى مختلف وكل المواد وخاصة مادة التربية المسيحية. وطبعا بنتشكر أيضا القائمين على إدارة المنصة التربوية السورية على الخدمات الكتير مميزة واللي عم تساعد الطلاب ومن كافة المناطق بالجمهورية العربية السورية إنهم يتابعوا الدروس والأشياء اللي عم تنعرض على موقع المنصة. ونتشكركم كمان انتو الانسي هيفا والانسي سناء. شكرا. طول عمركم. ونحن كمان بوجه كلمه اخيره للطلاب انه نحن مستعدين لاي مساعده ولاي ايجابيه او اي استفسار باي وقت بتريدوه، نحن بخدمتكم دائما بالمنصه التربويه السوريه. ونحن مثل ما قلت جاهزين لاي خدمه واي مساعده، بنتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم. يسعد صباحكم. انسي هيفا، شو بتوجهين للطلاب لنطمئنهم كمان؟ طمئنهم يعني بعد كلام الاستاذ فؤاد افاض وطمنهم ما فيه الكفايه، بتمنى لهم التوفيق والنجاح والتعاطي مع الماده بسلاسه وفهم، لان انا دائما بعيده وبكررها، التربيه المسيحيه او الاسلاميه هي نعم. إسقاط لحياتك، لتربيتك، لعقائدك، فهي بالمطلق موجودة معك. أنا بعتبر، معلش أستاذ إذا بتوافقني الرأي، إنه الكتاب التربية الإسلامية أو المسيحية ما عندي أنا شيء عم بعطيك إياه، هو كل ما هنالك أنا عم بحيي، عم نسقط على الحياة، عم بحيي الموجود عندك. صحيح. أنا عم بحيي الموجود عند الطالبي من أخلاق، من تربية، من عقائد إيمانية، فهي موجودة عنده. كل ما هنالك الكتاب هو إذا بدنا نقول ينظم أو يهذب الموجود في الداخل. بتمنى لهم التوفيق والنجاح، ونحن على استعداد لأي مساعدة عن طريق المنصة. وشكرا لكم، وشكرا لكل القائمين على هذا العمل. أنا كمان بدي أتشكر الأستاذ فؤاد والأنسة هيفا، ومني أنا الأنسة سناء عاشور. نتشكر القائمين على منصة تربوية في مركز تطوير المناهج، وأكيد نحن جاهزين بأي وقت. نحن نتمنى أن نكون قدمنا استفادة إلى أعزائنا الطلبي وطمأناهم. شكرا لكم، نلقاكم في جلسات امتحانية لاحق. شكرا لكم.